وصلنا للجزء الأهم وآخر جزئية في الورشة بتاعتنا أو ملخص الورش اللي عملناها هذا الأسبوع، ألا وهي الكونساي والبروبوزيسيون والفيزيون، بعد ما اتكلمنا على قرايتنا عن الجيل ده وبيفكر إزاي والإعداد الذاتي للمدرس وخطته والاستراتيجية اللي هيستخدمها، إضافة إلى إزاي تبقى الكور أنيمي وفيها حركة وفيها مشاركة من الطالب من خلال الثلاث حاجات اللي قلناهم. وصلنا إلى المقترحات اللي أنا بديها لك، النصائح اللي أنا بديها لك، إيه اللي ممكن أو لازم تغير طريقتك فيه علشان تبقى جذاب. أول حاجة لازم نشتغل على روح المنافسة بين الطلبة، يعني نبدأ نعمل مسابقات، والمسابقات دي مش لازم تكون امتحان مكتوب وامتحان مفاجئ والكلام ده كله، أسئلة زي أسئلة السرعة، يكون واخدين حاجة مين يجاوب على السؤال ده بسرعة، هتلاقي بقى في منافسة، الولد الأولاني المتابع هيجاوب، طب يلا مين يجاوب على السؤال التاني، نبدأ نعمل حركة، عندنا تكرار، ممكن أقول حاجة أقرأ جملة، مين يقرأ الجملة بصوت عالي؟ ونعمل مسابقة صوت، مين يقرأ زيه؟ مين يقرأ ها؟ اقوى منه، مين يقرا اوضح منه، هتلاقي الروح زي ما اتفقنا. ما انا لو درست الحاله الصحيه كويس هعرف ان الاولاد بتحب دايما تظهر انا افضل من غيري، انا احسن وعايز يتسمع، بالاضافه الى مسابقه الرسم، لان من المعروف زي ما انتم عارفين ان في ذكاءات مختلفه وفي هوايات مختلفه، ولو انت عايز تعرف هوايه الطلبه بتوعك ممكن تعمل فكره جميله جدا، نتعمل فيش الولد يعرف نفسه بيحب ايه ما بيحبش ايه وظروفه كلها، عشان وانت بتقرا الورق ده تبقى عارف كل طالب بيحب ايه وتبدا تركز له على الحته اللي بيحبها. ممكن تعمل تعرض لهم صور عن فرنسا، وبعد ما تخلص يا جماعه مين يرسم لنا؟ ارسموا لي يلا صور عن فرنسا، واكتب جنب منها بونجور، جنب منها جامل فرنسي، اي جمله، هتلاقي طلبه متميزه جدا في الرسم. وبعد كده تقول ده اسمه لو ديسان، لو ديسان ستيم ماتير، يعني انت اعمل اي نشاط بيبدو للطالب انه بعيد عن الماده، انت بذكائك بتخليه مرتبط بالايه؟ بالماده. يبقى ممكن اعمل اسئله سرعه، ممكن اعمل مسابقه رسم الطلبه هترسم، ممكن اعمل مسابقه في القرايه او في النطق او في الحفظ، مفيش مشكله خالص، ممكن اعمل معلومات عن فرنسا، مين يجمع لنا معلومات رياضيه عن فرنسا؟ واديهم مساحه ان هم يحضروا في البيت اللي هو بيسموه بقى الكلاس انفيرسي، بدي جهاز معلومه ويجي يقولها لك، لان احنا هنتكلم دلوقتي على جزئيه ثانيه حتة الواجبات. طبعا كتير جدا كل اللي همه يسمع الكلمات يحل الواجبات والواد يحفظ والواد لا، طبعا الفكر ده لازم يا جماعة يتغير شوية. الناس اللي بتدي واجبات كتير دلوقتي في غش، وكلكم عارفين الطلبة بتنقل من بعضها دلوقتي، في شات جي بي تي الواد بيحط الجمل وبتتحلله، في ناس ربنا يسامحهم بتحلوا الكتب الخارجية على النت، وفي حاجات كتير جدا الولد يحل لك الإجابات أو ناقلها من أي كتاب وأنت مش عارف إذا كان حالي صح ولا غلط، وعشان تقعد تقول له ده ليه وده ليه وده ليه اعتقد هتاخد منك وقت كبير، فنقلل الواجبات في البيت ويحل الواجبات قدام مني في الحصه. لو حل قدام مني 10 جمل باجتهاده وبتركيزه هيبقى احسن بكتير من ال 50 جمله اللي حلهم في البيت الله اعلم حللهم ولا غششهم. فلازم يا جماعه نتعامل على ارض الواقع، ما نبقاش كده في عالم واللي بيحصل حاجه تانية. اذا الجديد او الفيزيون بتاعتنا قلل الواجبات في البيت وكترها داخل الحصه، يشتغل كتر ان هو يبحث عن المعلومه ويجهز المعلومه قبل ما يجي، نعكس شويه، بالإضافة إلى أن أنا عايز أكتر المسابقات ما بينهم. الحاجة الأهم بقى أن أنا أسمع الطلبة، ودي يعني النصيحة الذهبية، ادي مساحة من الوقت تسمع الطالب وتقرب منه، عشان لما تسمع وتقرب منه هيحبك وهيحب يجي لك الحصة، هتعرف، لأن احنا دايما كلنا بنقعد الطلبة قدام مننا وبنشرح بدماغنا احنا بطريقتنا احنا، ومنتظرين ان الكل يفهم، في عدد بيفهم ويتجاوب معانا وفي مجموعة نص ونص ومجموعة بتبقى مش معانا خالص. طبعا هو خطأ مني ان انا ما فهمتش، انت لو قدرت توصل لاول لقاء مع الاولاد تسمعهم انتوا بتحبوا ايه ما بتحبوش ايه، ايه اللي بيضايقكم، تحبوا اشرح لكم ازاي، طب انتوا الطريقة دي كويسة، هيدوك افكار جميلة جدا وتشتغل عليها. دايما استماعنا للطلبة بيبقى مهم جدا. طيب الحاجة التانية بقى، تجنب احراج الطالب وتعنفه عشان النطق، لأن زي ما اتفقنا إذا سمع منك صح هو أوتوماتيك هينطق صح، فأنت جرأه، لأن الطالب لو أحرجته مرة مش هيتكلم تاني وهيبقى خايف. طبعا الحتة دي كلها المواقف دي كلها بتشجع الطلبة، لو أنت شجعته وما وقفتوش على الخطأ بل بالعكس أنت بتقول الكلمة صح وبيردد وراك، فإذا ما نعنفش الطالب إذا أخطأ أيا كان الخطأ اللي عمله ده، هو لسه بيتعلم فمش قضية قوي، يعني ما فيش داعي للألفاظ، ما فيش داعي للضرب. اللجوء ليه
التشجيع، اي حاجه ان احنا لازم نشجع الطالب، وقلنا التشجيع له اساليب كتير جدا، مش لازم تغرم نفسك بفلوس، ممكن شهادات تقدير، ممكن زمايله ها يسقفوا له، ممكن تديله لقب جميل وكويس كده يبقى بطل الحصه المره دي فلان او فلانه، كل دي حاجات مشجعه جدا. اتفقنا اللي هيسمع كلامنا في اول الفيديو اللي هو الجزء الاولاني ان انا اقرا عن السن ده، هيلاقي ان كل ده هترجمه الى نشاط ليك داخل الايه الحصه. وصلنا الى اخر حاجه بقى، لازم يكون في روح الدعابه والضحك والوجه البشوش مع الطالب، وده مفتاح القلوب، انك تكون داخل فريش، انسى همومك ومشاغلك، ما تبقاش داخل بداية من الاولاد مهما كان الموقف، هو مش ذنبه، هو جه عشان يتعلم، ولو الاك بتبتسم صدقني هيبتسم، ولو الاك مقتنع وحابب الماده اللي انت بتقدمها هيكون متجاوب جدا معاك، وخليه يعني ما ينساكش ابدا، خليه يفتكر. خلي كلنا عندنا اولاد، ولو سالت ابنك ليه بتحب المدرس الفلاني، اصل حصته حلوه، اصل بنضحك شويه، اصل مش كشر، اصل مش كذا، فكل الحاجات دي لازم تحطها في اعتبارك. ما تفكرش يعني ان انت بتجهز الولد لامتحان السربون ولا البكالوريوس ولا الليسانس، لا ده هو لسه عيل بيبدا، فانت لازم تحببه الاول، وبعد كده هيقبل منك اي حاجه. اذا الحصه يكون فيها يعني امبو دامزمو كده يعني براحتك على حسب الموقف، بس ما يزيدش قوي علشان الطلبه ما تهرجش وتقلب الحصه تهريج، يبقى انت الانيماتور بتاع الحصه، انت اللي تشوف امتى تهزر، وبرضه راعي الطالب ده جاي لك اول حصه ولا جاي لك اخر حصه، عشان برضه ما تضغطش عليه ويبقى مضغوط من المدرسة. كل دي حاجات هتقول لي ايه يا مستر ممدوح، احنا كنا متخيلين الفيديو بتاعك والورشه ان انت هتكلمنا عن المنهج وتقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. أبونا في بيرسونال بلوز امبورتون، يعني اللي انا قلته النهارده مع اصحاب العقول هيبقى ده اهم بكتير جدا من ان انا اقول لك الدرس الاولاني هيتكلم عن ايه واستخدم الاكزرسيس ده وعايزين نعرف الاكزرسيس ده. كل ده انا واثق ان كل المدرسين يقدروا يعملوه بسهوله جدا، خاصه ان هيبقى في كتاب هنشتغل عليه وهنعمل تدريبات زياده مش اكتر. فين بقى ها اللي هيخلق لي جو ملائم للشرح؟ فين الجو الممتع ان الطالب حابب الحصه عشان يسمعني؟ انا بتكلم اون جنرال، ما اعرفش انت هتشتغل مع طالب في قريه ولا في مدينه، في الدرس او في المدرسه، لوبجيكتيف او مون اوبجيكتيف سو دو بيان انسونيي دو فير ايمي فوز ايليف لو فرونسي دو فير ايمي فوز ايليف لو كور دو فرونسي. الطلبه تحب الفرنسيه، تحب الحصه، تحبك كمدرس، هينعكس علينا كلنا، ويبقى الفرنساوي هو المادة أو اللغة الأجنبية الثانية السائدة والمنتشرة في مصر. ده اجتهاد من جينيال وسعي من جينيال، ولما قلنا رؤى جديدة يعني وجهات نظر إزاي نعلم صح بشكل جديد وبشكل جميل جدا يخلي الطالب فرحان باللغة الفرنسية. و enfin on a un résultat. ايه الريزلت اللي كنا بنسعى لها؟ ان الطالب بارل لو فرونسي. راجع الفيديو اللي انا قلته كويس جدا وشوف الاجزاء وشوف كل حاجه كان لها هدف في الاخر. انا عايز لو بروفيسور دو فرونسي يعني يكون لو بروفيسور لو بلو ايمابل دون ليكول، يكون اكثر مدرس محبوب، يكون الطالب ام لو فرونسي كوم دوزيام لونغ فرونسي، ان الطالب الافان اريف ا براتيكي لو فرونسي. مش يا جماعه انسى الامتحان ده، صدقني الطالب اللي هيغني واللي هيجاوب واللي هينافس ويعمل هيجيب لك نتيجه حلوه في الامتحان. ودايما فكر في الكلام ده، غير من اسلوبك، خلي الطالب يحب الماده، خلي اللغه الفرنسيه موجوده في مصر بيكو ومع جينيال، هتوصلوا اللي انتم عايزينه ان شاء الله. تابعونا في الفيديوهات وتابعونا في الاكتيفيتي، تابعونا على الجروبات، وكتاب جينيال ان شاء الله هتلاقوا فيه افكار جميله جدا جدا هذا العام. تحياتي لكم جميعا، اوروفارا تولمون، وميرسي بور فوتر كونفيونس اجينيال، وشكرا على ثقتكم في جينيال.